تتابعون في هذه الحلقة من صدى الأسبوع. في تعز وضع معقد على الأرض وفي مواقع التواصل، احتراق منزلين من القشل نازحين في أبين، منطقة الشعب في طور الباحة بلحج تعاني الإهمال. في حجة كهوف لها تاريخ لم يكشف. في تهامة الأرض تأكل الأخشاب. في وادع النابيب زراعة الفواكه تنحسر لصالح القات. جفاف الآبار وغلاو أسعار الوايتات يهددان أصحاب البيضة. في عدن لوحات جدارية للتوعية بمخاطر المخدرات. صدى الأسبوع يأتيكم الجمعة 8:30 مساء بتوقيت صنعاء، ويعاد السبت 2:30 ظهرا و8 مساء.